اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. محمود، شفت المباراه النهائيه ازاي ما بين الانتر وما بين السيتي؟ وكل التوقعات بل يعني كانت نسبه المراهنات وصلت لاكثر من 75% او 80% بفوز السيتي على الانتر، ولكن المباراه كانت مباراه صعبه جدا جدا على جارديولا وكتيبته المان سيتي. ده حقيقة كابتن هاني، قبل المباراة كل توقع ان مدام مانشستر سيتي الفريق الأقوى اللي هو ريال مدريد قدرت انت تكسبه 4، ويعني كان ماتش من اتجاه واحد، وريال مدريد تقريبا الشوط الأولاني ما كانش بيشوط، ما جاش شوطة واحدة، والشوط الثاني ما كانش فيه أي تواجد. فقدام الإنتر الفريق اللي بعيد جدا، وبعيد جدا حتى في الدوري الإيطالي، ان مانشستر سيتي هيكسب 4 أو 5. ولكن يا كابتن، الطليان زي ما قلت لك حاجة تانية، هيوصلوا النهائي، والإنتر عارف ان هو مش سهل يوصل النهائي تاني. فالمباراة كانت صعبة جدا مع مدير فني قوي سيميوني إنزاجي المتمرس على البطولات، واخد سوبر واخد كاس في إيطاليا، فالراجل متمرس جدا على البطولات اللي زي دي. ولكن يا كابتن هاني، مانشستر سيتي لعب واحدة من أسوأ مباراته، زي ما كانتش أسوأ مباراة لي السنة دي طوال مسيرته في الدوري أبطال أوروبا. ولكن هو كم مرة مانشستر سيتي كان الطرف الأفضل وخسر؟ كتير جدا تقريبا، فما فيش اي مشكله ان المره دي الكوره تنصفهم. صحيح. والمره اللي يبقوا هم فيها وحشين مانشستر سيتي هو اللي ياخد البطوله. حتى الاحصائيات والارقام والاستحواذ وعدد، لا مش الاستحواذ، والاكس جي اللي هو عدد الاهداف المتوقعه، كله كان راح ناحيه الانتر. والانتر جات له فرصه الكوره اللي غلط فيها ادرسن، وكان ممكن لو طارو مارتينيز يخلصها، ولكن يعني كان في حاله غريبه جدا لو طارو مارتينيز، وكان دي هي دايما عاداته، ممكن العب السيزون كله كويس جدا. صحيح. والعب، ويا كابتن لو طارو مارتينيز عامل سيزون السنه دي خيالي، عامل واحده من افضل المواسم بتاعته من بعد كاس العالم، كان راجع منتشر كده وعامل مباريات رائعه. ولكن هو زي ما خلص على ميسي قبل كده مع الارجنتين في كوبا امريكا، والكور كتير اللي بيضيعها في كاس العالم برضه، برضه في كاس العالم حاجات غريبه، برضه بيخلص على الانتر، وبالاسف بالموسم اللي كان جيد جدا ليه. مش هو بس، لوكاكو في الوقت اللي بينزل فيه مكانه زيكو، المفروض ان، وعلى فكره برغم ان لوكاكو عمل نشاط كبير جدا في المباراه، طبعًا وكان متحرك وهو مزعج وقوي، ولكن كان عنده الفينش. يعني لسه كنت انا وحضرتك بنتكلم قبل الهوا، الكره اللي اتلعبت بدماغه، هو لو اي حته في دماغه هو بس لمسها، اي هو عمل ايه، هو اختار ساب كل الجون واختار ايدرسون يشوط يلعبها على بعد 3 متر من الجون بالظبط. غير الكره كمان الثانيه اللي كان دي ماركو لعبها بدماغه، اتردت من ايدرسون لعبها جت في رجل لوكاكو. ولكن الانتر فاجئ الكل بمباراه كانت رائعه يا كابتن هاني، سواء على المستوى الخططي او على المستوى الاداء او المستوى الثنائيات. كل الثنائيات كان بياخدها لعيبه الانتر، 3-5-2 اللي بيطبقها سيميوني انزاجي. كيفن دي بروين كان تاثيره خروج مصاب في الشوط الاول كان ليه تاثير كبير على وسط الملعب. طبعا يعني طبعا. كابتن هو دايما دي بروين بيبقى حلقه الوسط، المحرك الرئيسي وافضل صانع العاب موجود في العالم دلوقتي. ولسه هنتكلم على السيتي واقول لحضرتك ليه قصه دي بروين وهالاند. فكابتن، خروج دي بروين فكرني بالسيناريو بتاع مباراه تشيلسي في 2021، وحسيت ان الماتش معاه قرب، والسيتي مش قادر يمسك كوره، مش قادر يطبق اسلوبه، فحسيت يا كابتن هاني ان خلاص المباراه رايحه في ناحيه الانتر. ولكن زي ما بقول لك، بعضا من الانصاف، ليه دي بروين اثر؟ لان هو اكتر واحد يا كابتن هاني مع برناردو سيلفا مؤثرين في طريقه اللعب او في بناء اللعب او في افكار جوارديولا، ان مفيش حد مميز زي دي بروين. اصابته اثرت على مانشستر سيتي، فالماتش قلب يا كابتن هاني، مش سمه ماتشات مانشستر سيتي اللي على طول بيمسك الكوره، ودايما الفريق اللي هيكسب السيتي هيكسبه من هجمه مرتده او من غلطه، لا ما لا، الماتش كان رايح جاي وكان سجال، والانتر كان الافضل، والانتر بصراحه ضيع المكسب. ولكن لو انت جيت سالت اي مشجع للانتريستا قبل المباراه هتقول له انت متوقع، هيقول لك يعني انا عاوز نخسر فرق قليل. لا، بس حدش كان متوقع، اكثر المتفائلين اكثر المتشائمين، ان المباراه تطلع بالنتيجه دي، وفي وقت يا كابتن هاني كان الانتر فيه اقرب. ولكن عاوزين نرجع لمانشستر سيتي اللي حقق الثلاثيه وكسر ثلاثيه مانشستر يونايتد، وانا للاسف مشجع مانشستر يونايتد، فدي حاجه يعني تزعل جماهير اليونايتد، ان الثلاثيه التاريخيه اللي كانت معموله بفيركسون سنه 99 سواء تشامبيونز ليج او كاس انجلترا او دوري الانجليزي، اتكسرت السنه دي من جوارديولا. وارجع لجوارديولا المدير الفني الاعظم، واللي دلوقتي بقوا يصنفوه ان هو المدير الفني الاعظم في التاريخ، لانه بس مش بقى يعني هو الحقيقه كمان عند النقطه ديت وقف، قال يعني يشرفني ان انا اكون متواجد على نفس المرتبه بالنسبه لطبعا اليكس فيركسون. طبعا على مستوى الاسم على مستوى النجوميه، لكن واضح جدا ان جارديولا كمان
ما فيش شك افضل مدير فني في تاريخ الكره بما اضافه لشكل الكره مختلف. كابتن هاني انت بتتكلم النهارده، الناس كانت بتتكلم اصل هو بيحتاج فلوس كتير قوي عشان يعمل فرقه. جاي لك انا بقى في مرحله من المراحل كده، معايا احصائيه كده اقول لك عليها في موضوع الفلوس ده عشان تعرف ان الراجل ده مظلوم. اخر ثلاث او اخر ثلاث سنين اكتر ثلاث فرق صرفوا في اوروبا مانشستر سيتي مش رقم واحد، رقم واحد تشيلسي صرف مليار 150 مليون، رقم اثنين مانشستر يونايتد 742 مليون، رقم ثلاثة مانشستر سيتي 705 مليون. فهنا ان الكوره، وبعدين هو الراجل كان عليه ضغط كبير جدا، كل الناس تتكلم فلوس فلوس، مانشستر سيتي ما يكسبش غير فلوس، جوارديولا ما يكسبش غير فلوس. ولكن انت لو بصيت يا كابتن على التاريخ بتاع الدوري الانجليزي اخر ست سنين، اخر ست سنين مانشستر سيتي واخد خمسه دوري. صحيح، خمسه دوري ده رقم كبير جدا. يمكن الانجاز ده شبيه شويه لانجاز فيركسون اول ما بدا يعمل ثوره مانشستر يونايتد وامبراطوريه مانشستر يونايتد في اوائل التسعينات. هو المدير الفني الوحيد اللي قدر ياخد عدد البطولات دي كلها. في رقم تاني مهم جدا يا كابتن هاني، ان السنه دي مانشستر سيتي وجوارديولا بيصنفوا من الفرق القليله تقريبا خمس فرق اللي كسبوا التشامبيونز ليج بدون اي هزيمه. صحيح. يعني مانشستر سيتي واعتقد بايرن ميونخ 2017، مانشستر يونايتد 99، دول اللي هم من الفرق، وتقريبا في برشلونه برضو واحده تانية خدوا البطولات دي كلها بدون ادنى هزيمه.